تلقي جائحة كورونا ظلالها على احتفالات العالم بعيد الميلاد المجيد، وخاصة على احتفال كنيسة مهد السيد المسيح، لتقتصر المراسم هذا العام على شعائر دينية مع بعد اجتماعي لحفظ السلامة العامة والوقاية من أخطار الجائحة. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. من هذا المكان المقدس ومن مغارة المهد في بيت لحم حكاية ولادة ملك الملوك له المجد. من هذا المكان المقدس تبدأ احتفالات الأعياد الميلادية المجيدة. فاستقبلت مدينة بيت لحم موكب غبطة البطريرك بيير باتيستا بطرسب الله، وإذانا ببدء الاحتفال بقداس منتصف الليل، حيث كان الاستقبال الرسمي حسب البروتوكول والاستاتيكو المعتاد في مدينة بيت لحم. عرضت خلال الاستقبال عدة معزوفات كشفية في شوارع بيت لحم بمشاركة المجموعات الكشفية وبتنظيم من كشافة نسور المهد تيراسانتا، وسط إجراءات احترازية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية. وأشارت بلدية بيت لحم بأنه لم يتم أي فعالية هذا العام، وخصوصا في ساحة المهد بسبب جائحة كورونا، سوى استقبال غبطة البطريرك بيير باتيستا من قبل المسؤولين ورؤساء البلديات والمحافظ والمؤسسات والشخصيات الاعتبارية. وبعد الاستقبال تم دخول غبطته إلى كنيسة سانتا كاترينا في بيت لحم وإقامة صلاة والتطواف داخل الكنيسة والتي تسبق قداس منتصف الليل. أجمل بطاقة معايدة من أمام كنيسة المهد وبالتحديد من ساحة المهد بيت لحم لجميع المشاهدين، وكل عام وأنتم بألف خير. للنورسات مارلين الحدوة من ساحة كنيسة المهد بيت لحم.